مرحبا، أنا سعيد أن التقيت فيك اليوم. أنا سناء أبو ركن، مستشارة تربوية ومرشدة في الخدمات النفسية الاستشارية، واليوم راح أكون معكم في لقاء في درس مهارات حياتية اللي اسمه علبة الذكريات السعيدة. لحظة قبل ما نبلش، أنا بدي أقولكم أنه إحنا عم نمرر دروس مهارات حياتية من بعد، ولكن بتأمل وبتمنى أنكم تحسوا في القرب من خلال هذا الدرس. الشغل الثاني انه احنا شايفين انه في الفتره الاخرانيه في تغير في نمط حياتنا، وانه احنا عم نتعلم عن بعد مش زي ما احنا كنا متعودين نتعلم في المدرسه والنمط اللي احنا كنا متعودين عليه. ففي تجديدات وتغيرات اللي احنا عم نصادفها اليوم، واكيد انه هاي التجديدات والتغيرات عم بتؤدي مرات انه احنا نحس واحنا قاعدين في البيت احاسيس ممكن جميله، احاسيس مريحه، ممكن احساس مفرح، بس كمان ممكن انه احنا في لحظات معينه نحس في احاسيس غير مريحه، زي مثلا القلق، زي مثلا الوحده، الاشتياق لاصدقائي، لاقاربي، لجدي، لجدتي، للناس اللي انا بحبهم. ممكن احس مرات في ملل اني انا قاعد كل وقت في البيت ومش عم بطلع ومش عم بلتقي مع اصدقائي ولا عم بروح على الدورات اللي انا فيها. وهون بيجي دور المهارات الحياتيه. المهارات الحياتيه هي القدرات والطاقات المكامنه عندنا جوا داخلنا، والمهارات الحياتيه هي القوه اللي بتعطينا القدره انه نتعايش ونتعامل مع الضغوطات ونطلع منها بشكل افضل. يعني انه زي ايامنا هاي انه احنا عم نتعايش مع ظروف جديده، بتخيل انه احنا بنقدر نستعمل، مش بتخيل، بامن انه احنا بنقدر نستعمل المهارات الحياتيه عشان احنا نتعدى هاي الفتره بشكل افضل. الشغله الثانيه انه احنا ممكن نعزز صداقاتنا في قوتنا في المهارات الحياتيه، وكمان المهارات الحياتيه هي القوه على اني اقدر اطلب المساعده لما انا بحاجه لها، اني اقدر اقول انا بحاجه لمساعده ساعدوني، وهي هو القوه بحد ذاتها. كذلك الامر هي القوه اني انا اقدر اشارك في وقت الصعوبات لما في شيء مستصعبه او صعب علي، اني انا اشارك واني احكي عنه واشارك فيه. الشغله الثالثه رغم الظروف اللي ممكن تكون غير مريحة أو الأحاسيس الغير مريحة، أنا ممكن أني أضحك، والضحك هو برضه قوة. وكذلك التنفس، لأنه التنفس كثير مهم، واليوم رح نمارس التنفس معا خلال الدرس. كذلك الأمر المهارات الحياتية هي القدرة والإيمان أنه إحنا كل فترة بنقدر نتعداها ونتعداها بشكل أفضل ونتعلم منها. واليوم إحنا بحاجة، سوف ننطلق الآن. أنتوا جاهزين؟ أنا جاهزة. أنا رح أعطيكم إسا دقيقة عشان أنتوا تحضروا اللوازم اللي إحنا بدنا إياها لهاي الحصة. إحنا بدنا علبة ومواد للتزيين. العلبة ممكن تكون علبة أحذية اللي هي فارغة اللي إحنا بنقدر نستغني عنها، وممكن علبة اللي هي وصلت من البريد وإحنا مش بحاجة لإلها، وممكن علبة موجودة عنا اللي هي ملهاش استعمال، من قماش أو من خشب أو من كرتون أو من بلاستيك اللي إحنا بنقدر نستعملها. فأنا إسا بدي أعطيكم الدقيقة تروحوا تجيبوا العلبة. وكمان بدنا مواد للتزيين. مواد التزيين ممكن تكون إدهان، ممكن تكون ألوان، ممكن تكون طبعات، ممكن تكون أشرطة اللي هي متواجدة ومتوفرة عندكم في البيت. فأنا رح أعطيكم الدقيقة تروحوا تجيبوا اللوازم ونلتقي بعد شوي. أهلا فيك مجددا.
بتأمل إنكم لحقتوا في هذا الوقت إنكم تجيبوا العلبة وتجيبوا المواد اللي بدنا نزين فيها العلبة. فإحنا بدي أقول كل يوم شو بدنا نتعلم مع بعض. اليوم سنمارس تمارين التنفس معا، وسنتعلم الانتباه للتجارب الإيجابية الداعمة والذكريات اللي هي داعمة وإيجابية اللي بتخلينا نحس إحساس مريح. ومن نجمع التجارب الإيجابية ونحطها نضعها في العلبة المميزة اللي راح نحضرها اليوم سوا، اللي انت وإسا جبتوها وجبتوا المواد لتزيينها. إسا قبل ما نبلش بدنا نعمل تمارين تنفس، بدنا نمارس التنفس ونتمرن عليه سوا. ممكن إنه إحنا أول شيء الهدف مهم نقول إنه الهدف من التنفس الصحيح هو الاسترخاء، إنه إحنا بنفوت الهواء ومنحس أكثر في راحة في جسمنا ومن نتنفس بشكل صحيح، وهذا كثير مهم. واليوم ممكن إحنا نستعمل فقاعات الصابون. في قسم أكيد منكم بعرف شو هي فقاعات الصابون واستعملها من قبل، وأكيد أنتوا بتعملوها بشكل جيد وبتنفخوا الفقاعة بشكل كبير لما بتطلعوا الهواء شوي 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 من عبر الفم. واللي مش متوفر عنده الفقاعات الصابون ممكن انه يتخيل انه هو عم ينفخ فقاعة صابون، وممكن انه يعمل التمارين معي حسب التعليمات اللي انا راح اقولها. اول اشي احنا عشان نتنفس لازم نكون مسترخيين ومستريحين، مناش نشد عضلاتنا، مناش نتنفس بسرعة، مناش نتنفس بضغط، نتنفس بهدوء وببطء، وهذا كثير مهم. يعني انا لما بدي اتنفس بدي اخذ نفس بحبسه ثواني وبعدين بطلعه، ولما انا بطلع بخرج الهواء من الفم. ممكن اطلعه عن طريق الانف طبعا، بس انا بفضل عن طريق الفم، واطلعه مع صوت. ليش مع صوت؟ مع صوت عشان انا اعرف اني انا مش عم بطلعه بسرعه، عم بطلعه في بطء، وعم ياخذ معي وقت اني اطلع كل الهواء اللي انا استنشقته. والطريقة الثانية اللي ممكن تفرجيني إذا أو تدلني إني أنا عم بتنفس صح هو إني أنا أحط إيدي على بطني. لما إحنا منحط إيدنا على البطن إحنا بناخذ نفس، البطن بينتفخ وبيرتفع، ولما أنا بطلع الهواء البطن بيرجع للمحل المحل العادي تبعه. فتعال نجرب مرة واحدة وبعدين بدنا نمارسها أكثر من مرة. تعال نعمل تجربة أولى، ناخذ نفس بتأمل إنكم أنتوا نجحتوا كمان تعملوا معي التجربة. وإسا من نتنفس مع بعض 5 مرات ورا بعض تنفس، وأكيد رح نحس أكثر في استرخاء وأكثر في راحة. مستعدين؟ يلا نبلش. أول مرة نفس، ممتازين. المرة الثانية ناخذ نفس، رائعين. المرة الثالثة، والمرة الرابعة، والمرة الأخيرة. بتأمل إنه حاسين إسا أكثر في استرخاء وأكثر في راحة وأكثر في هدوء. ومن هون بدنا نكمل سوا. وبدي أقول لكم إنه تمرين التنفس هو تمرين اللي ممكن يساعدنا في اللحظات اللي إحنا عنا أحاسيس غير مريحة وأحاسيس مقلقة، وكمان في الفترات اللي مش بس في اللحظات، كمان في الفترات اللي إحنا منحس فيها إحساس غير مريح، زي الفترة اللي إحنا ممكن عم نتعايش معها في هاي الأيام. فالتنفس ممكن يكون آلي أو أداة أو شغلة اللي إحنا تعلمناها اللي ممكن إنها تساعدنا إنه إحنا نستعملها وتخفف عنا. وهذا اللي كتب لنا عنه آدم. آدم هو ولد في جيلكو ومرق في تجارب زي تجاربكو، وهو مرافق لبرنامج الحصانة النفسية، وبيساعدنا دايما وبيبعث لنا رسائل بيحكي لنا فيه عن تجربته. واليوم إحنا تلقينا رسالة من آدم ومنا نقرأ لكم إياها ونشرككم فيها. حاضرين؟ يلا. مرحبا
مرحبا أصدقائي وصديقاتي، كيف الحال؟ لقد مر وقت طويل منذ أن التقيت بزملائي في الصف، فنحن لا نخرج من البيت. أنا أعلم أن حالكم كحالي، لقد أصبح الأمر أصعب، أليس كذلك؟ أدم عم بحكي لنا إنه هو زينا زيه، إنه هو قاعد في البيت ومش عم بيشوف أصدقائه، وإنه هذا صار إشي صعب في هذه الأيام. لقد شاركت في درس بواسطة الحاسوب مع زملائي في الصف، درس اللي هو من بعد زي اللي إحنا اليوم ملتقين فيه، وصنع كل منا علبة التجارب الإيجابية حيث ستساعدنا عندما نشعر بالوحدة، وكل واحد منا عمل صندوق اللي هذا الصندوق بيساعدنا لما إحنا بنشعر في الوحدة والأحاسيس الغير مريحة. كي نقوم بجمع هذه التجارب قمنا بركوب طائرة خيالية وحلقنا فوق الغيوم. لن أفصح لكم عن المزيد. آدم بيقولنا إنه هو راح في رحلة خيالية مع المعلم يحلق فوق الغيوم اللي فيها جمع التجارب الإيجابية، بس هو مش راح يحكي لنا شو يكشف لنا عن الرحلة كلياتها شو صار معاه فيها، لكنكم لأنكم ستقومون بذلك بأنفسكم بعد قليل. شكرا يا آدم إنك أنت ما أشركتناش في كل التجربة تبعتك، لأنه إحنا إسا مع بعض بدنا نعمل هاي التجربة. وبيكمل آدم وبيقولنا في النهاية وضعنا التجارب اللطيفة التي عشناها مع العائلة والأصدقاء في العلبة، ومنذ ذلك الحين أفتح العلبة وأخرج منها ذكرى لطيفة تساعدني على تحسين شعوري إذا انتابني شعور غير لطيف كالوحدة أو العزلة. وآدم بيقولنا إنه بعد ما جمع في الرحلة الخيالية كل التجارب الإيجابية والذكريات الإيجابية حطها داخل الصندوق، ولما بحس شعور غير مريح كالوحدة والعزلة فهو بيلجئ لهاي العلبة وبيفتحها وبطول منها ذكرى لطيفة اللي بتساعده انه يحس اكثر بشكل مريح. واليوم انا مع بعض بدي اخذك، واكيد انتو حابين تعملوا التجربة تبعت ادم، عشان هيك انا راح اخذكم معي في رحلة. هاي الرحلة رحلة خيالية اللي انا وياكم ان نجهز نفسنا انه نطير في الطيارة بشكل خيالي في خيالنا الواسع، عشان احنا كمان حابين ان نجمع المغامرات والتجارب الايجابية اللي صارت معانا. انتو جاهزين؟ انا جاهزة. يلا معا. اول شغلة بدنا نقعد في الاماكن، كل واحد يقعد في المكان المناسب لإله، هيك يحرك حاله، يجهز نفسه، يحط حزام الامان وياخذ النفس اللي قبل شوي تعلمنا عليه. وكمان بعد شغلي انا راح ارافقكم في هاي الرحله خطوه بخطوه، وراح اعطيكم تعليمات اللي انتم تعملوها وانتم في رحله الخيال هاي. بس بدي اطلب بعد طلب، بدي انكم تحاولوا انكم تغمضوا عيونكم عشان تقدروا تركزوا في التعليمات اللي انا راح اقولها، وتكونوا هادئين وتصغوا للتعليمات. اللي صعب عليه انه يغمض عينيه ممكن انه يركز على نقطه معينه وفيها ممكن تساعده انه يحافظ على هدوءه وعلى تركيزه. جاهزين؟ وإسا احنا بلشنا في رحلتنا، بدينا نسمع صوت عجلات الطيارة ودواليب الطيارة وصوت ضجيج عالي 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 عالي، والطيارة بلشت تمشي وصارت تسرع أسرع وأسرع وأسرع وأسرع، وأقلعت الطيارة من الأرض، عن الأرض، عن سطح الأرض، وطارت في الهواء وهي طايرة عالي عالي عالي. وصلنا عالي فوق الغيوم، فوق 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 فوق، وكل واحد بدي أدعيه إسا إنه يطلع من الشباك يفحص ويدور على المغامرات والتجارب الإيجابية. بتسألوا حالكم شو هي المغامرات والتجارب الإيجابية اللي أنا إسا بدي أجيبها معي من هاي الرحلة الخيالية؟ مغامرات ممكن مشاركة في عيد ميلاد لصديق أو صديقة من أولاد صفي أو من قريب مني اللي كنت فيها وكان عندي شعور حلو وشعور مريح وشعور إيجابي، ممكن أجيب هاي التجربة معي أو المغامرة معي. ممكن كنت في نزهة مع العائلة وكانت لإلي إيجابية وممكن إني أجمعها وأجيبها معي. ممكن أنا متذكر إسا لعبة اللي لعبناها في الصف، لعبة مضحكة اللي لعبناها في الصف، أو لعبة لعبتها مع صديق وكان إلي تجربة إيجابية معاه، أو وقت مع الأهل اللي أنا عم بقضيه، لعبة لعبتها مع أهلي وأنا انبسطت فيها وكانت لإلي تجربة إيجابية. ممكن حدث المضحك اللي صار عندي في الصف وضحكت كثير
كثير كثير كثير ضحكني هذا الحدث، فممكن اني انا اجمعه واجيبه معي. طبعا فيش حاجة نجيب كثير معنا مغامرات وتجارب، ممكن ثنتين او ثلاثة، واللي عنده اكثر ممكن انه يجيبهن كلياتهن. ومش بس الاشياء اللي انا حكيتها، ممكن كل تجربة او مغامرة او لحظة اللي انتم بتتذكروها وكانت لإلكوا تجربة ايجابية بمعنى انها عملت لكم احساس مريح وجميل. ونحاول انه في كل تجربة احنا نجيبها معانا ومناخذها عشان ننزلها معانا على الارض، انه نحاول انه نتخيل الشعور اللي كان في هاي التجربة ونشعره مجددا. يعني اذا انا كنت تذكرت حادثة مضحكة في الصف وضحكت يومتها كثير 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 عليها، ممكن اني اضحك اسا كمان مرة عليها، اضحك مجددا عشان لما تذكرت لهاي التجربة واني اجيبها معاي. وبعد ما جمعنا كلياتنا الكل التجارب، تفرجوا منيح، طلعوا حواليك وحاولوا انكم تاخذوا كل التجارب والمغامرات الموجودة حواليك. بتأمل انه قدرتوا تجمعوهن كلياتهن، وإسا احنا في طريقنا الى الارض بدنا نهبط من الطيارة، وشوي شوي بلشت الطيارة انها تنزل على الارض، وشوي شوي بلشت تقرب، وهيك وصلت الطيارة الارض. وقفت الطيارة، إسا إحنا بنقدر نفك حزام الأمان، نتحرك، ناخذ نفس، وجبنا معانا إحنا كل التجارب والمغامرات والذكريات الإيجابية اللي عملت لنا إحساس جميل ومريح معانا. خلوكم محافظين عليهن، لأنه بعد بدنا نعمل بعد شغلي وبعدين نحطهن في الصندوق في العلبة اللي إحنا بنحضرها سوا. الشغلة الثانية اللي أنا بدي أطلبها منكم، إنه تعالوا تنا نحاول إنه ندور على ونبحث عن تجارب إيجابية اللي عم بتصير، اللي عم تحدث لإلي إسا في الوقت هذا. أنا صحيح إحنا متواجدين كل الوقت في البيت ومش عم نطلع ومش عم نروح ومش عم نيجي، بس إحنا في البيت عم نقضي وقت ممكن ممتع. فممكن إنه إحنا ندور على تجارب إيجابية، مثلا ممكن إني أنا رسمي حلوة اللي رسمتها وحسيت إنه كان عندي تجربة إيجابية أو مغامرة حلوة، ممكن قصة قريتها أو قروا لي قصة واستمتعت فيها وكانت تجربة إيجابية، ممكن إني أنا عندي حيوان اللي أنا بربيه في البيت، قطة أو كلب أو أي حيوان آخر اللي أنا موجود بتواجد عندي في البيت وأنا بعتني فيه وبربيه، اللي ممكن إني أنا عم بقضي معاه وقت حلو ووقت مريح، وهذا إحساس وتجربة إيجابية لإلي. ممكن إني أنا بسمع الموسيقى اللي أنا بحبها أو بعزف على الآلات اللي أنا بحبها، وهذا بيعمل لي تجربة إيجابية. وكذلك الأمر ممكن إنه الماما حضرت لي أكل اللي أنا طلبتها وبحبها، أو تحلية اللي أنا بحبها، وهذا أدى لإلي لتجربة أو إحساس جميل وإحساس مريح. ممكن إنه إحنا نجمع كل التجارب اللي جبناهن معنا من الرحلة الخيالية اللي طرنا فيها في الطيارة سوا، وكمان من التجارب الإيجابية اللي إحنا إسا جبناها من الوقت الحالي اللي إحنا موجودين فيه في البيوت. ومع سوا إحنا منا شو بدنا نعمل؟ صحيح احزرتوا صح، إسا منا نجهز معا العلبة الذكريات السعيدة والمفرحة اللي فيها منا نضع كل التجارب والمغامرات اللي جبناها معانا واللي أخذناها من اللي في اليوم يوم شو عم بيصير معانا. فأنا بدي أطلب منكو شغلتين. أول شغلة بدي أعطيكو لإلها 5 دقائق هاي الفعالية. ليش؟ لأنه فيها شغلتين. الشغلة الأولى أنتوا جبتوا مواد للتزيين، ممكن أنكم تزينوا العلبة، ترسموا عليها، ممكن تحطوا طبعات عليها، ممكن تدهنوها، طبعا ممكن نكتب استيكت بكل واحد يكتب اسمه عليها، يزيد قص صور معينة اللي هو حبيبها يحطها، ممكن يحط اسمه وصورته عليها. في كثير أفكار، وأنا متأكدة أنه عندكم أفكار إبداعية كبيرة اللي أنتوا بتقدروا تستعملوها. بعد ما تخلصوا تزيين العلبة ممكن أنه بعدين بعد اللقاء كمان تكملوا تزيينها. الشغلة الثانية انه طبعا عم تسألوا طب احنا جمعنا المغامرات والتجارب وكيف بدنا نحطها في العلبة؟ في 3 طرق. الطريقة الاولى انه احنا ممكن انه نرسم هاي الافكار او هاي التجربة او المغامرة ونحطها،
والشغل الثاني إني أنا ممكن إني أنا أكتبها للمغامرة أو للتجربة هاي وأضعها في العلبة. والشغل الثالثي ممكن إنه في عندي غرض أو شغلة معينة صغيرة اللي بتذكرني في هاي التجربة، مثلا إني أنا رحت على شط البحر مع أهلي وجبت معي صدفة اللي أنا استحليتها وحبيتها وهي موجودة في غرفتي، أنا ممكن أحطها في الصندوق لأنه هاي الصدفة بتذكرني في التجربة والمغامرة الإيجابية اللي عملت لي إحساس حلو. وممكن إني أنا مثلا سافرت مع أهلي إلى خارج البلاد ولما كنت في خارج البلاد جبت معي لعبة معينة أو غرض صغير اللي بذكرني في هاي الرحلة أو هاي التجربة. ممكن كنت كمان في الحرش وجبت معي حجر معين أو شغلة معينة اللي بتذكرني في هاي النزهة اللي كانت مميزة لإلي ومريحة واستمتعت فيها. فعندنا ثلاث طرق، أو نكتبها أو نرسمها أو نضع شغلي اللي غرض معين صغير اللي بذكرني في هاي التجربة. وحاليا سأعطيكم 5 دقائق كمان عشان تزينوا وكمان عشان تحطوا التجارب داخل العلبة، ورح ألتقيكم طبعا بعد ال5 دقائق هذول.
ترى تصير اجيد ما كان يجيد ماشو على شعون يوفي. از احنا رجعنا سوا وبرحب فيكم وبقولكم اهلا فيكم، وبتامل انه قدرتوا انكم تزينوا العلبه وكمان انكم تكتبوا عليها، تكتبوا الشغلات وتحطوها في داخلها وتفوتوهن عليها، وبتسالوني ليش ما نفوتهن عليها، وين بدنا نستعمل هاي العلبه، وين بدنا نخرج منها التجربه الممتعه. احنا رح نستعمل هاي العلبه لما احنا بنشعر احساس مش مريح، احساس مثل القلق، مثل الخوف، مثل الشوق للاصدقاء، للاقارب، لجدي لجدتي اللي انا مش عم بشوفهن ومش عم بلتقي فيهن، وانا حابب اني احس احساس اكثر مريح، فممكن اني انا الجئ الى هاي العلبه وافتحها واخذ الذكرى او اخذ التجربه والمغامره الممتعه واقراها او اتفرج على الرسمه او اخذ الغرض اللي ذكرني فيها، وهيك انا ممكن اشعر نفس الاحساس مجددا اللي حسيت فيه لما كانت هاي التجربه، ولما مثلا انا اكلت تحلي اللي انا كثير بحبها وحسيت احساس كثير في المتعه وانه الاكل كثير لذيذ، ممكن اني انا احس هذا الاحساس مجددا اسا كمان. وعشان هيك احنا عملنا هاي العلبة عشان انتو تقدروا تستخدموها وتستعملوها لما انتو بتحسوا ايات احساس اللي هو مش مريح لإلكو. وانا بدي بعد شغلة منكو، انه انا بدعوكو انكو تشاركوا بتجاربكو هاي وذكرياتكو للمعلمي او لناس اخرى كمان اللي هني اقارب اللي احنا منحب نقولهن ومنحب نحكي معاهن ومنحب نحكي لهن شو احنا عملنا ونشرح لهن عن التجربة اللي هني كمان ممكن يعملوا بذاتهن العلبة لإلهن، كل واحد علبة خاصة فيه. فعشان هيك ممكن انه احنا نبعث رسالة لمعلمتنا ونبعث صورة لمعلمتنا او لاصدقائنا في الصف شو التجربة اللي احنا عملناها اليوم في هذا اللقاء وجمعنا فيها الذكريات والمغامرات الممتعة والجميلة. وقبل ما ننهي درسنا انا رح اقول لكم شو تعلمنا اليوم مع سوا. احنا تعلمنا انه نجمع التجارب الايجابية من خلال خيالنا الواسع، تخيلنا وجبنا معانا التجارب. الشغل الثاني تعلمنا كيف احنا ممكن نستخدم ونستعمل هذه التجارب عشان نحس احساس افضل ونغير المشاعر الغير مريحة لمشاعر مريحة. وانا بدي اطلب منكم شغلي انه في الايام القريبة تستمروا انكم تجمعوا التجارب الايجابية وذكرياتكم وتحطوها في العلبة، والمغامرات هاي تستاهل خاصة فيكم انكم تستعملوها وتزيدوها. يعني كل يوم اعملوا لإلكم خطة عمل انكم انتوا اليوم بدكم تدوروا على شغلتين اللي هن ايجابيات اللي صاروا خلال النهار، تكتبوهن او ترسموهن وتحطوهن داخل العلبة، وممكن انكم تستعملوهن في الوقت اللاحق اللي جاي قدامنا وفي كل مرة اللي انتوا فيها عم تشعروا انه في احساس اللي هو غير مريح لإلكو، او احساس قلق او احساس زعل او احساس ملل، وممكن هذا الاشي انه يساعدنا. وكلمة قبل ما انهي لقائي، بتأمل ان كل يوم مع سوا قدرنا انه نشعر بالقرب رغم البعد. والشغل الثاني انه بدي اوصيكو توصية كثير مهمة، ولا مرة ضلكوا وحيدين ولا تبقوا بمفردكم. انتوا بتقدروا تشاركوا دائما افكاركم ودائما احاسيسكم لانسان اللي انتوا بتتكلوا عليه وعندكم ثقة فيه وبترتاحوا لما بتتحدثوا معاه، ولا مرة ضلكوا لحالكم. بالعكس المشاركة كثير مهمة، انه نتواصل ونشارك مع العائلة، مع الاصدقاء، مع المعلمين، مع اي انسان اللي احنا بنحس بارتياح لما احنا بنتحدث معاه. والشغل الثالث الرابعة انه نطلب من الاخرين، انه نطلع الاخرين على شو اختبرناه من تجارب، التجربة اللي نحكي له عن تجربتنا، نحكي له عن الفعالية اللي احنا عملناها، ونبدي اهتمامنا في الاخرين، وكمان هيك هني بيبدوا اهتمامهم فينا وبيسمعوا شو احنا عملنا سوا اليوم. والشغل الأخير إني أنا بحب أقولكم إني أنا كثير كثير استمتعت في اللقاء معاكم، وبتأمل إنكم كمان إنتوا استمتعتوا وكان لإلكم لقاء حلو اللي طلع عندكم منتج العلبي اللي يقدر يستعملوه في الأوقات اللي إنتوا بحاجة لإله. وظل عندي أقولكم إلى اللقاء في درس مهارات حياتية القادم. شكرا كثير، يعطيكم العافية.